بقى ما لها من ايجابيات وعليها معناها سلبيات. استطاعت اذاعه الاسكندريه عبر زمن طويل ان تقدم لنا تميز في الاغنيه الاسكندريه لدرجه اننا كنا نعرف اذاعه الاسكندريه من الاستماع الى لحن او كلمه لحنيه او كلمات المؤديه واسماء المطربين والمطربات، خاصة بسمية السيد بدار يعني وعزة عوض الله وإكرام والفنان الكبير إبراهيم عبد الشفيع ربنا يخليه، كل هؤلاء وعروف الصهاجي وكل هؤلاء كانوا يشكلون، وشحت الإسكندراني كانوا يشكلون سماح يعني وعبد الرزاق إبراهيم عفوا اتحاد عبد المسيح، إنما يعني ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال. واضح ان احنا بنحتاج من اول كتير نبقوا مع بعض. هذه المسألة مرت فترات ثم أدى وقت من الزمان قدم إلينا مجموعة من الشباب المهم جدا في أداء الأغنية، بدأت هذه الكوكبة أو هذه المجموعة تخرج عن إطار الرواد وتواصل الأجيال بأصوات جديدة، منهم على سبيل المثال أيضا يمكن أسرار الجمال اللي ذهبت للقاهرة، منهم أحمد عبدون، محمد محب، عمر محمود، أسماء كثيرة جدا حاليا استطاعت أن تتألق، ومنهم أيضا مجموعة شباب استطاعت أن تتعلم على يدي معلمين أجلاء، يعني محمد عفيفي فرقة محمد عفيفي زاد درويش، حمدي رؤوف يحمل الرايه بعد ذلك، مدحت بسيوني يقلد مجموعه من الشباب في اتجاهات معينه، الجميع انصار في منطقه الاعلام سواء اذاعه او تلفزيون، شهد مطلع التسعينيات ظهور نهضه او تأجج جميل وازدهار جميل لمجموعه من المطربين والمطربات، حمل اليوم الينا شاشات القناة الخامسة وقت أن كانت متأرقة جدا، ولعلنا في عهد الدكتور إسماعيل الشيخة الشاعر والناقد الأدبي الكبير أن نعود مرة ثانية إلى مثل هذا الإزدهار. الأسباب إيه؟ أنا ناقشت هذه الأسباب وكنت واحد من كتاب الأغنية من كتاب الفوازير، وجدت الآتي: أن عندما كان الإذاعة أو القناة الخامسة إنتاج متميز أو مصروف مادي بيغطي مصاريف التكلفة للأغنية خاصة للدراما لها مناقشة أخرى، مصاريف للحن للكلمة للأداء للتوزيع للتسجيل للاستوديو، يمكن تخيل حضرتك إن الجملة الواحدة في الأغنية تحتاج مصاريف كبيرة جدا طائلة لتسجيلها تسجيلا جادا او جيدا، بمعنى حد الاستوديو بالساعه ونص ممكن تصل للدقيقه الواحده، مهندس الاستوديو اللي بيبقى موجود في الاستوديو ليس كاي مهندس، لابد من مهندس معين جدا له حرفه ولقطه. اللقاء ليس محاضره القيه ولكن هي تفتيح لكي نتكلم بوعي. ادى كل انحصار هذه الاشياء الماديه قبل المعنويه، يعني لما نقول ان الامكانيات الماديه او الامكانيات الماديه كانت وراء ظهور انتاج اغنيه جيده. القناه عندما ظهر ما يسمى بالفيديو كليب او الفيديو كليب الجديد من خلال القناه الخامسه، بدانا نشوف اغنيات اسكندريه من خلال شاشه وصور، واصبح يتبرع المخرج السكندري في اخراج مثل هذه الاغنيات. سرعان ما حصلت هذه الموجه لاسباب: الانتاج قل. الانتاج قل بمعنى ان اصبح رافعين شعار عايز تتعامل مع القناه الخامسه او الاذاعه، اصرف انت وجهز الاغنيه واديها على سبيل الايجاب. القناه الخامسه قالت اللي اشتغل مش هيبقى فيه مصاريف، بالعكس ده هو يكلف. عندما تعاوننا من خلال التكلفه، انا واحد من الناس اللي قبضت من القناه الخامسه من الاذاعه، فوجئت ان تكلفه العمل الواحد تدخل في الاف الجنيهات. اذا لو انا استطعت
ان اشارك في انتاج وهي كنت اتقاضى عنها اجرا او ربحا، سوف اصرف على الاغنيه كمؤلف الاغنيه لكي تخرج الى النور واوديها الى هذه المسائل العالميه. ادى ذلك الى وعزه نفسي من عاني تفضل يعني الشعر الغنائي في اغنيه احنا اغنيه ام كلثوم وعزه نفسي احمد رامي وعزه نفسي من عاني فعلا يعني عاوز وعزه نفسي من عاني. انا اعتقد ان اي مؤلف له شموخ وله ألم الذي يحتاج به سوف يمتنع عن المشاركة، لأن هناك قيمة للفن، وفن بلا قيمة هو فن مهدر وفن فيه يعني لا يقدره أحد. إذا نحن نفتح باب المناقشة، وخصوصا أن يجب أن يكون معنا أو بعض لحظات الفنانة الإسكندرية تلميذي محمد عفيفي أم كلثوم الإسكندرية فنانة الثريا ستجدو بمجموعة من أغنيات الأغنيات الجميلة المتنوعة في هذا اللقاء إن شاء الله. بداية وحتى لا أطيل عليكم أسمع رأي إسماعيل. تفضل. قد نتفق على ان الاغنيه هي بنت البيئه او اي منتج في الحياه الانسانيه سواء على المستوى المادي او المعنوي هو ابن لبيئته، او كما قيل الحاجه ام الاختراع. والاغنيه ولدت مع نشاه الانسان، عندما نرجع الى الوراء كثيرا سنجد الانسان كان يدندن وكان يصفر مع الريح وكان يغني مع البلابل ويشنو مع ما كان يعين او يرى او يلتقي به من الاصوات في حياته. الاغنيه حاليا يعني انا عايز اقول انها ربما تكون نتاجا لمجموعه من العلاقات العنكبوتيه، منها خارج المجتمع وثقافته وقدراته الماديه، هل هو مجتمع يعني يعيش في قدر معين من الرفاهيه ام ان هذا المجتمع لا يستطيع ان يتواصل مع الحياه في حاجتها الاوليه الحاجات البدائيه. كذلك بنت الوعي، الأغنية هي نتاج لذلك كله، وفي ناحية أخرى القدرة على إنتاج هذه الأغنية. المسألة تحتاج إلى كعكة في وقتنا الحالي، كل سيساهم بدور ما في إنجاز هذه الكعكة، وكل يرى أن من حقه أن ينال قدرا من هذه الكعكة. نظرنا الى المساله للاسف الشديد نظره سطحيه جدا وماديه جدا، علاوه على انحراف او انحدار الذوق الجمعي، فادى بنا هذا الوضع الى هذه الحاله المصريه من الاغنيه المطروحه حاليا، سواء كانت في الميكروباص ولا على شاشه القنوات الفضائيه ولا فالمسألة للأسف الشديد من سيء إلى أسوأ، وعلينا أن نفكر جيدا في كيفية إرجاع الأغنية إلى سابق عهدها في الرقي بالدور الإنساني. أقترح مع أن المسألة عسيرة جدا، أقترح كما يقترح الكثيرون باعتبار أن الأغنية هي بنت البيئة التي تولد فيها وهي معبرة عنها وهي مروجة لما تحمله من ثقافة وبدان. الأغنية تروج لثقافة وتروج لفكر وتروج لوجدان، وإلا ما كناش في حالة حب رهيبة وانتماء رهيبة
وحالة حماس حماس نادر في ظروف حرب 73 مع صوت عبد الحليم حافظ ونقطة الحمد الأهالي وقلي ما فيش شك بالرغاية أكبر الأثر في توجيه المجتمع وجهة معينة. الأغنية ينبغي أن يتكاتف في إنجازها في الواقع الراهن عدد متنوع أو بيئات متنوعة منها بين الإنسان المثقف الذي يرفض أول حاجة أول مبدأ هو أن نرفض ما هو مطلوب، نرفض كمجتمع ما هو مطلوب من هذا الإسفاف الذي يقتحم الأبان ويقتحم العقول ويقتحم الوجدان ونحن نرفض. أول حاجة لابد أن نستبعد ذلك من حياتنا. ثانيا أن نعمل على توجيه مرة كما يحدث في الخمسينات والستينات والسبعينات. أنا أفترض أن في توجيه الأغنية عامل رئيسي، توجيه الأغنية وأنا أوصل على كلمة توجيه كما كان الأدب موجه في الخمسينات والستينات وفي زمن الحكومات المتعاقبة، يعني كان له هدف، كان له مشاكل. حاضر هخلص وحضرتك أنا خلصت أكدت أكون خلصت. لا أنا بكلمك في الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه بس الكلام ما يبقاش ما بين اطراف، الباقي المفروض سابع. احنا هنبدا حضرتك تقول لي رايك ان شاء الله. فالمساله هتبقى توجيه جمعي، في ضغط جمعي يتلقى او يرفض هذا العمل. الجانب الثالث ان احنا نكون عندنا بقى الرغبه في ان ننفق على الشاعر المجيد وننفق على الملحن المجيد ونحتضن و يعني نحتضن هذا الصوت الجميل الذي يمكن ان يلقي علينا ما يمكن ان يروع